آه 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 آه
المستغيثين عجل درفنا لا يهجون المساوين لما انسمع ظلت قلب فوق لو عام قالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكسرين من البواج تذوبيني ردي سكينة لا يذوب ونيني لا تكسري عدمي ولا تديني بالأخمار لا تكسري عدمك وانا دسة بلا راسي قبالك وانت سد بالخير يبدا صروح الشريعة بلكي تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسد سيفه البتا صاحب دخيلك ينقطع بالشريعة جاه النجر اللي تركوه في قطيعة ولا الخيم رد بها اليتامى يا الوديعة غصب علي بالمخيم يشعل النار نعم الله وإلا إليه راجع قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليك وآلك يا محمد. جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وآله ثم لرسائل السماء وللعزم من الرسل خمسة وهم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد أي أصحاب الرسائل أصحاب رسائل السماء أصحاب المناهج مناهج السماء لأهل الأرض شنو الهدف من رسالتهم هي عبادة الله هي التوحيد والإيمان بالعقيدة والمبدأ يعني عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام عبد الله حق عبادته وأمر قومه أن يعبدوا الله حق عبادته يعني أمرهم بالصلاة والصيام وأمرهم أن يعتنقوا الفضيلة ويبتعدوا عن الرجل هذا عيسى بن مريم يجي من بعده موسى ابن عمران وكذلك على نفس المنهج الله أمره أن يعبده حق عبادته ويأمر قوم أن يعبدوا حق عبادته فعيسى فموسى عبد الله حق عبادته وأمر قومه أن يؤمنوا بالعقيدة وأن يعبدوا الله حق عبادته جاء من بعدهم محمد صلى الله عليه وآله فمحمد مثل ما قال هو صلى الله عليه وآله إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق يعني كانت رسالة محمد تتم لرسائل السماء التي أرسل الله على الأنبياء وهم أولي العزم من الرسل ورسول الله صلى الله عليه وآله كان أفضل الأنبياء نال الشرف العالي ونال الفضل العالي يعني كان النبي أفضل الأنبياء النبي أفضل الأنبياء والمرسلين لأن منزلة محمد صلى الله عليه وآله أرفع من منزلة كل الأنبياء ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لو بعث عيسى في زماني وبعث موسى في زماني لأوجب الله عليهم طاعته فمحمد صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى مدحه في كتابه قال وإنك لعلى قول
عظيم. انجيل الى الايمان واذا هو في مقدمة اهل الايمان، يعني اعظم رجل في الدنيا امن بالله هو محمد. في الايمان وضرب رقم القياس في التقوى، في الورع، في الزهد، في العبادة لله سبحانه وتعالى، في الصلاة، في الصيام، في الحج، كل رسول الله صلى الله عليه وآله هو ضرب رقم القياس في العبادة، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين. وأكثر الناس دخلوا في دين الإسلام بسبب تواضع محمد وأخلاقه، بسبب تواضع محمد وأخلاقه. كم مسيء إلى محمد صلى الله عليه وآله ومحمد يقابله بالإحسان. كل من حاول أن يبتعد عن محمد صلى الله عليه وآله قرب محمد منه، وهي ميزة اختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله. من حاول أن يبتعد عن محمد صلى الله عليه وآله قرب محمد منه، ومن أساء إليه أحسن إليه. شوف، يعني إذا يجي واحد يسيء إلى محمد صلى الله عليه وآله رسول الله يحسن إليه. دخل رجل على محمد صلى الله عليه وآله في المسجد، رجل جاء على ناقته، أخذ ناقة على باب المسجد ودخل. دخل المسجد وإذا محمد صلى الله عليه وآله جالس وبين يديه أصحابه، ووجهه كدائرة قمر، كفلقة قمر. رجل له هيبة، صاحب وقار صلى الله عليه وآله. هذا الرجل ما كان يعرف محمد، دخل بقي ينادي يخاطب أصحاب رسول الله، يقول لهم: أيكم الفتى الغوي الذي يزعم أنه النبي؟ من فيكم الذي يزعم أنه النبي؟ فقام إليه سلمان الفارسي، قال: ويلك، أما تنظر إلى صاحب الوجه الأحمر والجبين الأزهر والحوض والشفاعة والتواضع والسكينة والمسألة والإجابة والسيف والقضية والأحكام والقضية والأحكام الحنفية والأقسام والقضية والأحكام الحنفية والنور والشرف والعلو والرفعة والسخاء والشجاعة والنجد والصلاة المفروضة والزكاة المكتوبة والحج والإحرام وزمزم والمقام والمشعر الحرام واليوم المشهود والمقام المحمود والشفاعة الكبرى وهو سيدنا محمد. لما سمع هذا الأعرابي، سمع هذا الوصف في النبي صلى الله عليه وآله، أخذ يتصفح وجوه الجالسين: من الذي في هذا الوصف له؟ أما تنظر إلى صاحب الوجه الأحمر والجبين الأزهر، هذا أخذ يتصفح في وجوه. لما نسمع من سلمان الفارسي يقول: أما تنظر إلى صاحب الوجه الأحمر والجبين الأزهر، أخذ يتصفح وجوه أصحاب محمد. من هذا صاحب الوجه الأحمر؟ إلى أن حان طرفه على محمد صلى الله عليه وسلم، لما نظر إلى محمد عرفه، قال: هذا هو محمد. جلس بين يديه، قال له: يا محمد، إن كنت نبيا أنا أريد أسألك، قل أنا أريد أسألك بأسئلة، إن جاوبتني عليها آمنت بك، آمنت بنبوتك وآمنت بدين الإسلام.
يقول لي إن كنت نبيا فقل متى تقوم الساعة ومتى ينزل المطار وأي شيء في بطن ناقة هذا. كان ناقة على باب المسجد وكحامل ناقة حامل يشكوا فيها يعني في بطنها شنو من ذكر أو أنثى وأي شيء في بطن ناقة هذا ومتى أموت. رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وآله قال له يا محمد السلام عليك يا محمد. قال إن الله يقربك السلام يقصك بالتحية والإكرام ويقول لك اقرأ هذه الآية على الإعرابي. أعطاه الآية. كم الآية؟ قال وما هي الآية؟ قال إن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة. لأن هذا الأعرابي يسأل محمد يقول لي إن كنت نبيا فقل متى تقوم الساعة ومتى ينزل المطر ويشرف ناقة هذه ومتى أموت. رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ الآية التي نزل بها جبريل عليه. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لما قرأ الآية على الأعرابي قال الأعرابي مد يدك يا محمد إنني أشهد أن لا إله إلا الله وإنك محمد رسول الله. أسلم على يد محمد صلى الله عليه وسلم. شوف أخلاق محمد. انبسط محمد انبسط لهذا الرجل انبسط إليه بتواضع بأخلاق بكلام طيب. شو النهاية؟ نهاية أسلم الرجل آمن بنبوة محمد وآمن بدين الإسلام. علمه رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الدين علمه الصلاة وكيفية الصلاة وصار رجل مسلم بمعنى الكلمة. الشاهد شو يقول له؟ الله سبحانه وتعالى شو يقول في هذه الآية؟ إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة مو عند نبي من الأنبياء ولا وصي من الأوصياء. علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى قيام الساعة. ما حد يعلم متى يصير يوم المحكم متى يصير يوم القيامة. هذا العلم عند الله. لما دخل رجل على محمد صلى الله عليه وآله قال له متى قيام الساعة شنو جاوب رسول الله؟ ما قال بعد 2000 سنة أو 500 سنة أو 10,000 سنة تقوم الساعة. لا ما قال. قال لماذا أعددت لها؟ تسألني متى قيام الساعة؟ ماذا أعددت لها من عمل صالح؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الغيث نزول الأمطار بيد العزيز الحكيم. متى ما احتاجت الأرض إلى الأمطار، متى ما احتاج الإنسان إلى المطر، متى ما احتاج الحيوان إلى المطر، متى ما احتاج النبات إلى المطر، الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث. ينزله بقدر معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم. الآية الكريمة تقول وما ننزله إلا بقدر معلوم. ينزل الأمطار بقدر معلوم. هذه حكمة الجليل جل وعلا. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله الذي يعلم ما في الأرحام. ما من الذي هذا الجنين الذي في بطن أمه شنو هو ذكر أم أنثى؟ من يعلم به غير الله؟ الله هو الذي يعلم ما في الأرحام. هو الذي يعلم ما في الأرحام. الجنين الذي في بطن أمه ذكر أم أنثى؟ الله يعلم وهو العليم بذلك ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. متى الإنسان يموت ما يدري. يدري؟ ما يدري. متى يموت ما يدري.
ما يدري الإنسان متى يموت. هذا الشيء بيد العزيز الحكيم، بيد العزيز الحكيم خلق الموت والحياة. الله سبحانه وتعالى يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة ليمتحنه في هذه الدنيا، ليبتليه، ليبلوكم، يعني ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. الله خلق الإنسان في هذه الدنيا ليمتحن هل يعمل صالحات الأعمال أم لا. فإذا عمل صالحات الأعمال يوم القيامة سعد بالجنة، يسعد في الدارين الدنيا والآخرة إذا عمل صالحات الأعمال. وإذا ما عمل صالحات الأعمال وبقي يعمل المعاصي عصى رب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسب، يوم القيامة يحاسب. والنار الله خلقها لمن عصاه، خلق الجنة لمن أطاعه، وخلق النار لمن عصاه. والله سبحانه وتعالى ما يكلف عبد وطاقته، ما يقول لي تعال يا عبد 24 ساعة إلزم المحراب وصل، إلزم محراب المسجد وصل. ما بين 24 ساعة تعال عبد الله. لا، الله سبحانه وتعالى فرض 5 صلوات في اليوم. فالإنسان إذا صلى 5 صلوات بمعنى الكلمة بما أمر الله، كما أمر الله، الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب 50 صلاة. إذا صلى صلاة 5 صلوات صلاة صحيحة، الله يعطيه ثواب 50 صلاة. ما قال تعالى 24 ساعة عبدني وقائم وقاعد وراكع وساجد وصلي لي 24 ساعة. لا، الشريعة المطهرة تقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول، أو الإمام علي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت. عمل للدنيا والآخرة، عمل للدنيا، روح اتكسب على عيالك، تزوج، انجب أولاد، روح اتكسب عليهم، اتكسب على عيالك، بس لا تنسى الصلاة، لا تنسى الصيام، لا تنسى أصول الدين. اعمل للدنيا، تكسب على عيالك، تطعم نفسك وعيالك، ولا تنسى واجبات الدين، يعني الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، لا تنسى. اعمل للدين والدنيا، اعمل للدنيا والآخرة. تكسب على عيالك، تطعم نفسك، تكسب على عيالك، لكن لا تنسى الصلاة، لا تنسى الصيام. فالتكسب على العيال عمل مقدس، تكسب على العيال عمل مقدس فاضل، عمل مقدس. تقول يعني هذا التكسب على العيال مو عمل مقدس؟ لا، تكسب على العيال عمل مقدس. ينقل أنه في زمان خليفة من الخلفاء، خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، أكو واحد جلس مسجد النبي ما كل ضرب ركعة، يمكن ينام من الليل كم ساعة، ثم بعد الوقت كله ضرب ركعة. الناس في الصبح يصلون وبعد الصلاة يروحون يتكسبون على عيالهم، هذا لا لازم من العبادة، لازم من العبادة. الناس في الظهور المسجد يصلون ويروحون يتكسبون على عيالهم، هذا لا لازم من العبادة. المغرب يجي الناس يصلون، العشاء يجي الناس يصلون ويطلعون من المسجد، هذا لازم من المسجد. يوم يومين ثلاثة شهر شهرين. قال واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، قال يا فلان، قال نعم، قال ما لي أراك ضرب ركعة 24 ساعة تصلي،
يعني انت مو متزوج ما عندك اولاد ومسؤول عن عن طعمتهم. قال بلى انا عندي امي وعندي زوجتي وعندي اولادي. ياهو الذي يطعمهم يروحون يتسولون يروحون يطرون على الابواب من فضلكم اعطونا طعام. ترون على الابواب يا الله ما لو انتم نطعام. ترون من عند الناس قال لا. قال عليه شلون؟ قال عندي اخ اكبر مني هذا يشتغل يتكسل يشتغل يطعم امي ويطعم لي انا وزوجتي واولادي. قال له عندك اخ اكبر منك يشتغل يتكسب على يتكسب عليكم يتكسب على عائلتك يعني يتكسب عليكم انت وامك وزوجتك واولادك. قالوا انت لازم المسجد 24 ساعه ضرب ركعه. قال له ان عمل اخوك افضل من عملك. عمل اخوك افضل من عملك. ترى لا تختار بصلاتك التي تصليها. الله ما قال لك تعال 24 ساعة قدام الصلاة. الله قال لك صل 5 صلوات في اليوم خلاص بس. عندك زوجة عندك أولاد مسؤول عن طعمتهم يجي تصلي وتروح تتكسب على عيالك تطعم نفسك وتطعم عيالك. يقول لأخوك الذي يتكسب يشتغل ويطعم أمك ويطعمك أنت وزوجتك وأولادك ترى عمله أفضل من عملك. تكسب التكسب شغل التكسب يتكسب على يتكسب يشتغل يطعم امك وزوجتك واولادك ترى عمل احسن من صلاتك هاي التي تصليها. فالعمل مقدم مو عيب العمل مو عيب. لو اشتغلت في البناء واشتغلت في النجاره في المزرعه تحرث المزرعه في الجرفه تسقيها الماء العمل مقدس. فالعمل المقدس التكسب على العيال عمل مقدس معين. تكسب على العيال عمل مقدس سواء اشتغل في البناء او في النجاره او اشتغل فلاح في المزرعه فالعمل مقدس تكسب على العيال عمل مقدس. ولذا ترى اشرف الانبياء والمرسلين ما اشتغل راح على الأغنام يا ولد. رسول الله صلى الله عليه وآله ما اشتغل مراعي راح على الأغنام. رسول الله صلى الله عليه وآله اشتغل في التجارة عقدت خديجة أموال وقد تاجر فيها اشتغل في التجارة. الإمام الصادق عليه السلام عنده ضيعة يعني مزرعة هو الذي يحرث الأرض هو الذي يبدرها هو الذي يحرث الأرض هو الذي يسقيها هو الذي يبدرها يبدر اسم البذور يعني الفواكه وما شابه ذلك فواكه الخضار. هو الذي يحرث الارض وهو الذي يسقيها وهو الذي يبدرها هو الذي يضع البذور فيها بذور الفواكه والخضار. نفس رسول الامام الصادق الامام علي بن ابي طالب الامام علي بن ابي طالب عند مزرعه هو بنفسه ياخذ المسحاق ويحرث الارض. علي بن ابي طالب حتى يوم من الأيام جاء رجل دخل على الخليفة سأله عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. قيل أنه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عن مسألة وقال له جواب هذه المسألة عند علي بن أبي طالب. فقال بعض الأصحاب للخليفة أرسل على علي حتى يحضر ويجاوب عن المسألة. قال لا شلال. قال لا علي يؤتى ولا يأتي علي يؤتى ولا يأتي قوموا بنا إليه نسأل. يقول إحنا المحتاجين نسأل علي بن أبي طالب عن هاي المسألة عن هاي المسألة الدنيا كيف إحنا نرسل عليه إحنا نروح إلى ونسأل. فخرج الخليفة من المسجد ومعه أصحاب محمد. إجوا لعلي وين لقوا علي؟ لقوا علي متكي على مسحاته. علي لقوا علي متكي على المسحات بالمزرعة واقف يحرث الأرض.
على النبي وسلم وعلى علي بن ابي طالب رد عليهم السلام. سالوه عن المساله الدينيه فاجابها جاوب عليها علي سلام الله عليه. ها ثم بقي بعد ما جاوب عن المساله الدينيه مضى الخليفه ومعه اصحاب محمد الى المسجد وعلي وقف في المزرعه يحرث الارض. ابن عم الرسول وإلى هنا ميد المسحاف يحرس الأرض، هو الذي يحرس الأرض والذي يبلغها والذي يسقيها. الله يا علي، لكن شوف الله سبحانه وتعالى شلون رفع منزلتك. ها؟ شلون رفع منزلك علي؟ علي وما أدراك ما؟ علي وصي محمد، علي ابن عم الرسول، علي زوج البتول، علي أبو السبطين، علي الذي علمه عنده علم لا تنزفه الذلاء، يضرب على صدره يقول هذا سقط العلم، هذا لعاب رسول الله، هذا ما زقنيه رسول الله زقا، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين، سلوني عن كل مسألة، يقول علي سلوني عن كل مسألة دينية أو دينية، أجيبكم وأنا علي بن أبي طالب. الله يعلم. هذا علي بن أبي طالب، وإذا هو بحمائل سيفه، القوم أقبلوا إليه ووضعوا حمائل سيفه في عنقه وقيل عمامته في عنقه وأخرجوه من الدار. هذا علي بن أبي طالب، وإذا هو يقال كما يقال البعير، قال بحمائل السيف إلى أن وصلوا به إلى المسجد. ترى الزهرة فضعت، الزهرة فضعت من دارها وتقول لفض عبدي إليه، أريد ألحق بابن عمي. قالت لها يا زهرة أنت علي مريضة، ما تقدرين تروحين للمسجد؟ قالت لا، عقدي إلي، أريد أروح لابن عمي وأسأل من القوم أن يترك ابن عمي. طلعت الزهرة تتكي على الحسنين وفضل وهي تنادي يا قوم خلوا عن ابن عمي أو لا أكشف في الدعاء راسي وأشكو للإله شجوني إلى أن وصلت باب المسجد. ثم تنتجع الزهرة فحبت رياح الخشوم، ما دعت فيها، ما دعت، بل ثم تنتجعوا على القوم، هبت رياح الخشوم، فقال القوم يا علي إن رسول الله بعث رحمة فلا تكن فاطمة على القوم نقمة. فقال علي والله إن فاطمة رحمة وليست نقمة. فأرسل علي سلمان إلى الزهرة، قال روح إلى الزهرة وقل لها ترجع إلى الدار وأن تفوض أمرها إلى الجبار. إذا سلمان الفارسي لقى هواك في باب المسجد، السلام عليك يا زهراء، السلام عليك يا بنت محمد، يا زهراء إن علي بن أبي طالب يأمرك بالرجوع إلى الدار وأن تفوضي أمرك إلى الجبار. صاحت يا سلمان أنا جسمي انتحل من ضربة المسمار صدري، جسمي انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداعي الباب يدري، كل ما درت نكبة علي ازدار صبري وقدمت غيظ والقلب فايض بالاحزان. بس عاينة حيدر اللبة بجاي مينة
واسمع الشمل الحسن ينبرا أبونا غصبا علي طلعت خوفي يذبحونا وتتيتم أولادي عقب فارس الفرسان صليت أدافعهم وبنتي يرحموني ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان الضرب ورمتوني قصدي باب الشكوى إلى الواحد الزيان قال يا زهراء يقلك نكرر روحي وعلى ابوك النبي بالدعام نوحي صاحت عقب حداك ترانة روحي خلني بزلزلهم ترى ما فيهم احسان خلني يا سلمان اشتكي دايب وفادي يطلع للكرار لو ازلزل الوادي والله يا سلمان ارجع اسرى واولادي هذا جد المختار من عندهم يا سلمان بنت مهين حليله مهين ام مهين اللهم صل على محمد وآل محمد ورجعنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافيه بحق مريض كربلاء علي بن الحسين اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين وعجل لوليك الفرج السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وعلى اخيك وحامل لوائك ابو الفضل العباس السلام عليك وعلى الانصار المستشهدين بين يديك السلام عليك وعلى ملائكه الله الحافين بحرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمه الله وبركاته السلام عليك أبا عيد المدى السلام عليك أبا الحسن علي بن منصر السلام عليك وعلى أبيك السبعة أبنائك الأربعة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب الزمان سيدي عجل الله لك الفرج وسهل الله لك المخرج السلام عليك وعلى أبيك الطاهرين المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته والفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد منعونا من البكاء والنياحي إن يكن هينا وبالكواني واغترامي مع العدى وانتزاحي ومسير يسيرة للعالي وركوبي على النياق أطلاحي فبرغم أني أراك مقيما بين سمر القمع وبيض الصفاحي لك اسم على الصعيد وراس رفعوا على رؤوس الرماح حجاب صوني حجاب صوني في أمان الله أزر عليك مسمانا وجسمك مودع وذاتك الكافيه علي وقد سدت علي مذاهب نار ما بك اصنع
وسروا بها والغيم ترغاه وإن حجبت أقام فؤادها يتطلع يحسين حاد العون عزم على الشيخ ومن الصباح لنا يا رسول
كتبين وسبعة لعقيلي قامت زينب وضمت البنت إلى صدرها قالت لها بني من أين أنت؟ ألم تهم بني هاشم أو من العقيل؟ بني من أين أنت؟ بكت البنت صاحت ومصيبتها قالت لها بني اسمعالك اسمعالك يا بنتي زايد عليك المصيبة بين السجاد بنصفات مغلوب
الجوى رحمة للأعلى شقا لمحجوم الغوى إذ هو القطب الذي لم يخشع عن سبت الرضا مقتدى الأمة وهدي شرفها والمغرب حين نبا له الغر بما قال النبي قبل من يبقى عليهم بقدام الكرب وكأن لم يستبينوا مغربا من مغربي مشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسين والسرى من أهل والصعب بملحوم الطريق يقطع البيت مجدا قاصد البيت العتيق وعينت الحسين تمشي بالتسبيح والتقديس والتهليل والتكبير أبو فاضل مرة يتقدم الله عنه ومرة يتأخر الله عنه مرة يتقدم الله عنه مرة يتأخر الله عنه مرة يركب على الله الجواز ومرة ينزل عن بعد جواز التفت الحسين قال له أخويا أبو فاضل ما لي أراك مرة تتقدم الله عنه ومرة تتأخر الله عنه مرة تركب على الله جوادك ومرة تنزل عن جوادك قال أخويا مو أنا حامل ضعينة أخويا مو أنا حامل ضعينة أنا حامل ضعينة أنا حامل ضعينة الحسين أنا حامل ضعينة الحسين أخويا أبو علي ولا سيما زينب بنت علي ترى أنا مكافلها أنا المسؤول عنها مسؤول عن كفالتها أخويا قصاصة لزين محمل الحور يعدل مثل الحسين إناشد جنعي نزيل تكبر بلا قال لي نزلتي تدرب أخيك نمجلة تبني يا خويا نزلتي تدرب أخيك نمجلة ما تعرف الدل والحضور عشت على العين والعلاية ريتك يا عبا يا مطلع من كربلاء يا عيد الناقة زجاج وحالي عنها حرملة وترى من أهلي والصحب المنحوم الطريق يقطع البيت جدا قاصد البيت العتيق إن أتته قدم الكوفة بالعهد الوثيق نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين بينما السارق في أهلك مجدا في المسيب وإذا الهاتف ينعو ويدعو ويشير إن في الدم مطاياهم مناياهم تسير ساعة توقف النار الذي تحت الحسين فعلى الصهوة ثاني فأبى أن يرحل فدعا في قومه يقول ما هذه البلاء قيل هذه كربلاء قال كرب وبلاء غيره إن بهذه الأرض ملقى العسكري زينب نورت وإذا تراجعت عمر بن سعد بني أمية جيش بني أمية حطم كربلاء جيش بني أمية حاطب الحسين سدوا على الحسين الشرايع ملئت أرض كربلاء بجيش عمر بن سعد أن زينب بكت زينب عبرت هجرت على قتلها سعد خويا أبو فاضل أبو فاضل
أبو فاضل أنا خايف أبويا شافت العسكر واطمحت زينب حزين وجاحت على العباس يا عمي يا ضعينا شعوره على الوالي يهدنا للمدينة ودول العضيدة يا عضيدي خلى نمشي كلها مفضل القيل أنا الجرى على المظلوم بالشار والعروب عادي كربلاء كربلاء والسحاب عجوب فاجوا سماعتهم مرجلا وحل الرجال تجري زينة وكرمنا أجنى وسعدنا ولا ننصر في السيف حنا ما انصردنا خير الأرواح دي ونعمل وفاء إلنا ويا ما تشوف بدورنا أرسلونا بجدود الغير لحونا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا يقسم بالفجر. الفجر قيل أن الفجر هو فجر يوم النحر يعني يوم العاشر من شهر الحجة، وقيل أن الفجر هو أول يوم من شهر المحرم الجمعة يوم فجر فاضل والله سبحانه وتعالى فضله فجر يوم الجمعة. قيل أن الفجر هو فجر يوم الجمعة، وقيل أن الفجر هو صلاة الفجر يعني عندما يطل النور، عندما يبدأ نور الفجر على الدنيا فيوم فالفجر عظيم والنور هذا عظيم. ليه؟ لأن جميع الظلمات المخيمة على الدنيا بأسرها كلها تتلاشى في أسرع ما يكون، كلها تنمحي وتروح بما أن نور الفجر طلع على الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقسم بالفجر لأن الفجر عظيم، نور الفجر عظيم، فيمحي سواد الليل المخيم على الدنيا بأسرها في أسرع ما يكون. فالله جل وعلا قسم به قال والفجر وليال عشر. اي ليالي عشر هذه التي قسم بها الجليل جل وعلا؟ قيل ان ليالي العشر هي عشر الاواخر من شهر رمضان المعظم. قيل ليالي العشر هي عشر الاواخر من شهر رمضان، لأن ليالي العشر، ليالي عشر الأواخر من شهر رمضان ليالي فاضلة، الله سبحانه وتعالى قسم بها. شلون صارت ليالي فاضلة؟ كل ليالي شهر رمضان فاضلة، ليالي شهر رمضان كلها فاضلة، لكن شلون صارت ليالي الأواخر العشر الأواخر من شهر رمضان صارت أفضل من غيرها؟ لأن فيها ليلة القدر، فيها ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن العظيم أنزل في ليلة القدر،
أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله في ليلة الفجر. الله جل وعلا قال إن أنزلناه في ليلة الفجر، فجرفت تلك الليلة بالقرآن العظيم، وجرفت عشر الأواخر، عشر ليالي الأواخر من شهر رمضان كلها جرفت بالقرآن العظيم. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر، هي حتى مطلع الفجر، يعني ليلة القدر قبلها من الغروب حتى مطلع الفجر، فليلة فاضلة. لكن أي ليلة هذه من عشر الأواخر من شهر رمضان؟ من ليالي العشر، أي ليلة؟ أي هل هي ليلة 21؟ أو هي ليلة 23؟ أو هي ليلة 27؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول اطلبوا ليلة القدر في ليالي عشر الأواخر من شهر رمضان، لأن الله أخفى ليلة القدر في ليالي عشر الأواخر من شهر رمضان. يقول النبي اطلبوها في ليالي عشر الأواخر من شهر رمضان، يعني بمعنى أنك تصلي ليلة 21 والثالث وهكذا إلى ليلة 30 من شهر رمضان حتى تنال فاضل ليلة القدر. يمكن ليلة 21 صلي ليلة 21، يمكن ليلة 21، يمكن ليلة 23، يمكن ليلة 27 وهكذا، فتصلي من ليلة 21 إلى ليلة 30 من شهر رمضان حتى تحفظ ليلة القدر. اثنان فضلها، فليالي العشر الله سبحانه وتعالى قال وليالي العشر، يعني قيل انها العشر الاواخر، ليالي العشر الاواخر من شهر رمضان. وقيل لا، وقيل ان ليالي العشر التي حنتها هذه الايه هي ليالي عشر ذي الحجه، ليالي العشر الاولى من شهر ذي الحجه، من ليلة الحادي من شهر ذي الحجة إلى ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، هذه هي ليالي العشر التي علمتها هذه الآية الكريمة. شلون صارت ليالي فاضلة؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرفها وقدسها وفضلها بقضاء هذا الفضل العظيم، وهو الركن الخامس من أركان الدين الحج، وما أدراك ما الحج. فالله سبحانه وتعالى شرف ليالي العشر، الليالي من شهر ذي الحجة، ليالي فاضلة من ليلة الواحد، من ليلة الحادي من شهر ذي الحجة إلى ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، كلها ليلة فاضلة، كلها ليالي عظيمة فاضلة. وأعظم ليلة ليلة التاسع، ليلة التاسع من شهر ذي الحجة، ليلة التاسع يعني ليلة الوقوف، يوم الوقوف، يعني يوم التاسع يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليلة التاسع يسمونها ليلة الموقف، يعني يوم التاسع يوم الموقف، وليلة التاسع ليلة الموقف، يعني ليلة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليلة فاضلة، الأجر فيها مضاعف، يعني تصلي ركعة واحدة في تلك الليلة عن آلاف الركعات، آلاف الركعات، يعني تحصل الأجر آلاف الركعات، فضل ركعة واحدة بين يدي الله تصلي ليلة التاسعة من شهر ذي الحجة. ويوم الوقوف، يوم الموقف، يوم التاسع، إن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده الملائكة، يباهي بهم الملائكة، يقول الملائكة انظروا لعبادي وقوف بين يدي يطلبون مني غفران الذنوب، اشهدوا يا ملائكتي إني غفرت لهم وشملتهم برحمتي وأنا أرحم الراحمين. يوم الوقوف يا رب، يوم عظيم، يوم وقوف العباد، يوم وقوف الحجاج،
بين يدي الجليل جل وعلا، يقول يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده، ينظر إلى حجاج بيته، ينظر إلى عباده الواقفين في عرفات بعين الرحمة، بعين الرحمة ينظر إليهم بعين الرحمة. هنيئا لحجاج بيت الله، هنيئا للحجاج، هنيئا لمن أطاع الله وعبد الله حق عباده، هنيئا لحجاج بيت الله. فليالي العشر، ليالي عشر، ليالي عشر ذي الحجة الأولى هي الليالي التي علتها هذه الآية، وليالي العشر يعني ليالي عشر ذي الحجة. فليلة التاسع ليلة فاضلة، وليلة العاشر، ليلة العاشر من شهر ذي الحجة ليلة فاضلة، وهي ليلة عيد الأضحية، ليلة عيد الأضحى، ليلة العيد، ليلة فاضلة عظيمة، ليلة العيد ليلة فاضلة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى شرف هذه الليالي وقدسها ببركات الوقوف، ببركات ليلة الموقف، ببركات الوقوف في عرفات، ببركات حلول العيد، العيد الأعظم عيد ذو الحجة. فليالي ليالي سهر ذي الحجة كلها فاضلة، من ليلة الحادي إلى ليلة العاشر كلها ليالي فاضلة. هنيئا لمن قصد إلى حج بيت الله الحرام، هنيئا لمن حج بيت الله، يا له من أجر عظيم يحصله، يحصله الحاج. يمكن أنه يقول لك من طاف بالبيت، من طاف بالبيت هذا سوى كان في الحج أو في العمرة، ولا سيما في الحج، يقول لك من طاف بالبيت شوطا واحد الله سبحانه وتعالى كتب إليه 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وكتب إليه 1000 درجة، 1000 درجة وكتب إليه 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. هذا إذا يقول شاط واحد بالبيت، ما ظنك إذا طاف 7 أشواط أن هذا البيت العظيم؟ أي ومن صافح الحجر الأسحب صافحه محمد يوم القيامة. الله يا أبو علي، الله يا حسين، حجاج جايين، حجاج صافين مكة يريدون يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويروحون عرفات ويوقفون هناك في عرفات ويروحون المشعر لالتقاط الجمرات ويروحون لنا لرمي الجمرات والنحر وحلق الراس وانت ابو علي حتى ما حتى ما تتم حجك يا حسين، حتى حجك ما تميته. يوم الثامن من سهر ذي الحجة حسين طلع من مكة، طلع يوم الثامن من سهر ذي الحجة حسين طلع من مكة، ما تم حجة، ما حج وما عيد ابو علي. صار العيد على الحسين وعائلته وهم في الطريق، هم في الطريق صافين كربا. عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر هذا مكفوف البصر، بعد ما طلع الحسين من المدينه وراح مكه، عبد الله بن جعفر بقي في المدينه معه اولاد محمد وعوف، لكن اخذوا ينظرون الى المدارس خاليه، مساجد مظلمه، مدينه موحشه، لان الحسين طلع منها مدينه موحشه. وقال عبد الله لولديه محمد وعوف، اولادي ان خالكم الحسين في مكه، وهي السنه يمكن اخر حج حج الحسين، ليش اولادي مثل الدروس طعن، جيبوا الناقه، قربوا الناقه، جيبوا النياق، ناقه الي وناقه لكم، و
واركبوا ونركب على ظهور المياه ونروح الى مكة نحج بحج خالكم الحسين ونشوف طواف خالكم الحسين كون هاي اخر حجة يمكن اخر حجة يحجوا الحسين قربوا المياه خلونا نروح نحج بحج الحسين نسعد شاي ونشوف طواف قربوا المياه ركب عبد الله بن جعفر كان مفهوم البطر ركب عبد الله بن جعفر على ناقة وياه ابن محمد ناقة ثانية ركب عليها محمد ابنه وشدوا بعض طلعوا من المدينة خاصين إلى مكة إلى أن وصلوا قريبا من مكة محمد كان مع أبوه على الناقة نظر محمد إلى جهة مكة شاف ربرة مرتفعة قال أبويا كان نعم كان أرى ربرة وأيضا تحت الربرة ركب عظيم قل أبويا أنا أشوف ربرة مرتفعة وتحت الربرة ركب عظيم قال بني يمكن الركب هذا ماخذ على طريق عرفات ثم يرجع إلى مكة قال بني أصدق النظر باوع جاي يشوف الركب هذا وين يبتدي وين رايح نظر محمد قال ابوي قال نعم قال اظن ان الركب هذا طالع من مكه قال بني احققت قلبي حقق النظر باوع جاي يشوف الركب هذا ركب من وهل الركب طالع من مكه لو جاي الى مكه نظر محمد قليل واذا عبرات تجري على خفيف سنك بعبرته قال ابوي لا تبكي بني قال ابكي لان الركب ركب خالي الحسين لان ارى هوادي الاربعين هودج على ظهور المطايا وارى العطاش واللي وطيق مره يتشد الظعن مره يتاخر الظعن وارى خالي الحسين على ظهر جواده ابوي هذا رجل خالي الحسين تقول هذا رجل خالي الحسين قال لي نعم ابوي يا بوي طعن حسين من مكة مشوشا هذه راية بالحسين وظن وياهم نساوي وليسوا طعن فوق المياه حتى المياه حتى جديدة حتى للحزن بعين الخالق الحسين سادوا طعن فوق المياه حتى وصلوا قريبا من مكة وإذا صدق بعينة الحسين طالعة وصلت المياه التي عليها عبد الله بن جعفر وأولاده وصلوا عن قريب من بعينة الحسين قال محمد قال عبد الله لابني محمد ابوي انا خلني الناقه خليني انزل اريد استقبل الحسين بن علي انا الناقه نزل عبد الله بن جعفر وياه ولد محمد ونزل عون عن ناقته واقبلوا ثلاثتهم استقبل الحسين فاح عبد الله بن جعفر نور عيني يا حسين سمع الصوت من هذا واذا هو صوت عبد الله بن جعفر نزل الحسين عن متن جواله اقبل الى عبد الله اقبل عبد الله اليه عانق الحسين فالسلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله سيدي اليوم طالع من مكه وين ماشي بالمعن فقال يا عبد الله انني طلعت من مكه اريد اروح كربلاء قال ابو علي اليوم تطلع باكر الموقف اليوم الثامن تطلع باكر الموقف قال نعم يا عبد الله قد شاء الله ذلك وما خرجت الا بامر من الله وامر من رسول محمد صلى الله عليه واله يقول لابويا يقول عبد الله انا موقف هناك يقول انتم توقفون احنا عند الكعبه
يوقفون بعرفات يصفون بالكعبة يصفون يوقفون بعرفات. يقول لكن أنا موقفي هناك. حسين يقول عبد الله يقول أنا موقفي هناك. قال له وين موقفك؟ قال موقفي يوم العاشر من المحرم في كربلاء. والموقف في كربلاء يوم العاشر من المحرم صرخ عبد الله والله لا توقف هناك. توقف هناك أبو علي. توقف هناك وتطوف وتسعي وتلبي وتطوف. قال لي نعم أسعي وألبي وأطوف وأدعو وأهرول. أطوف شلون تهرول الشمس؟ شلون تهرول أبو علي؟ قال أهرول إذا وقع شاب من شبان بالمعركة أطلع من الخيمة أهرول من الخيام بالمعركة. وأشيل ولد الشباب وأجيب إذا وقع القاتل إذا وقع الأكبر وأجيب من المعركة. إذا طاح القاسم أجيب من المعركة. يقول أهرول من الخيمة للمعركة وأحمل أجساد أولادي وأولاد أخي إلى الخيام. يقول أحمل أجساد أولادي وأخواني إلى الخيام وأويلا. كل موقف الدهر المحرم يا معاشر الظهر تستوي فيها مواقف ما جرت فيها الدهر تضرب الأمثال فيها ولا عدم يجيك الخبر مجدلين على الزهر. وويلا والسعادة دي تنخير عزوة أهل السجال. والسعادة دي تنخير عزوة أهل السجال. والسهر والنوم طيب للقوم نوم للغيال. ونزعي الإحرام ضنا من وسط قلبي سهر. ونزعي الإحرام ضنا من وسط قلبي سهر. واحضرك تحليق راسي بسيف سمري أبوران. وليه قبل حجاج كلمين يرد له لو منزله. وانا اذبح يا حبيبي في فيازي كربلاء. ترجع النجوان والابصار تصرخ معويله. وابني السجاد معهم والجبل متفطرا. دخلنا الفاقدات على الزينة واخر الزينة. وأقاموا الحد على الحسين من جملة الفاقدات بنت من آل عقيل. دخلت بتلك الدار على زينة لابسة السواد منصبة الراس. إجت تلك البنت وتوصفت بوسط الدار. وإذا زينب أخواتها يمحون على الحسين. التفتت زينب إلى تلك البنت شافها لابسة السواد منصب الراس تبكي. قالت لها بنية بنية هل تحسنين شيئا؟ يعني من الرزاق. هل تحسنين شعرا على قتلانا؟ يعني ترسين قتلانا. قالت نعم نعم. قامت البنت صاحت عين جودي عين جودي عين جودي بعبرة وعويلي. تسعة من هموم لصلبي عليين قد أبينوا. وسبعة لعقيلي. قامت زينب وضمت البنت إلى صدرها. قالت لها بني من أين أنت؟ هل أنت من بني هاشم أو من آل عقيل؟
مالك شمالك يا بنتي زايد عليك المصيبة والرمتوني وجعلوا
واحد يصيح باسم الحسين يقول له قل لي يا حسين حل الإحرام. يا الناس يسمعون هذا الصوت، لكن من وين هذا الصوت؟ من وين؟ من السماء من الأرض؟ وإذا مرة ثانية يصيح يا حسين يا حسين يا حل الإحرام، حل الحسين من إحرام مرض قال لحل من إحرام يا رب وفرنا اليوم الحسين متى الإحرام ولبس مخيط والحرام نسمى الإحرام عند المخيم قلبنا يا أبو علي يا أبو علي كتان كتلبي يا أبو علي أدري أتنو وغلقتي أبو علي Yeah.
الخاص والكون كله يستظل ورد جميل Yeah.